حضراتكم شعوب الكرة الأرضية كلها حضراتكم بيترقبوا وقلقانين، وما زال الخطر مستمر من فيروس كورونا كوفيد 19. ما زال شعوب العالم في عندها حالة قلق وعندها حالة خوف، وخصوصا انه الأعداد الإصابة بفيروس كورونا في الكرة الأرضية وصلت تقريبا ل70 مليون حالة، وتوفى ما يقرب من 1,600,000 حالة. طبعا بفضل الله ابتدت الشعوب العالم تبتدي تطلع أو تستخرج وتصنع اللقاح الخاص بهذا الفيروس اللعين. هذا اللقاح اللي فيه شركات كثيرة في جميع أنحاء العالم، في أمريكا، في ألمانيا، في إنجلترا، في الصين، في روسيا، عدد كبير من دول العالم بيصنعوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا. ولكن التجارب حضراتكم اللي وصلوا لها لحد هذه اللحظة، احنا ما كملناش تقريبا 6 أشهر او اقل من 6 أشهر في عملية التجارب على هذا اللقاح. ولكن بفضل الله بفضل الله بفضل الكثير من المجهودات للقيادة، قيادة جمهورية مصر العربية والقائمين على صحة المواطن المصري، وصل 50,000 جرعة لقاح على ليوم الخميس في مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبال هذه الدفعة الأولى السفير الصيني ليو ليتشانغ والسفير مريم الكعبي والقائمة بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر وسيدة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد. حوالين هذا الموضوع وهذا يعني الإنجاز الجميل إن إحنا يبقى مصر أول دولة في قارة أفريقيا كلها يوصل عندها جرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، حوالين هذا الموضوع الهام الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات على حضرتك وعلى كل اللي بيشوفونا في مصر والوطن العربي والعالم كله، وأقول لك لا فضة فوق. قلت كلام جميل جدا. وطبعا فعلا حقائق، مصر هي فعلا اول دوله افريقيه تمنح الماس مجانا للتطعيم لشعبها بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده انجاز حضاري رائع جدا يضاف الى انجازات الدوله المصريه في عهد السيد الرئيس باهتمام بصحه المواطن المصري. والانجاز الثاني اللي هقوله لازم الناس تفهمه في العالم كله، خاصه في امريكا واوروبا، يسمعوني. واحد اتفضل. اخر رقم انا لما دخلت الاستراحه بتاعت الاستوديو كانت الحالات بتاعت الكورونا الاصابات للاسف 71,797,890، رقم فاجع كارثي للاسف. وانا داخل الاستوديو قبل حضرتك ما تتفضل بالكلام، بين 71,811,649 دكتور بدون قطع كلامك، انا الرقم اللي انا جبته النهارده 69 مليون و522 ده كان النهارده الصبح. شوف يعني احنا حضرتك في وسط اليوم في العالم كله بتزيد قد ايه بقى؟ بنزيد 2 مليون تقريبا. 2 مليون تقريبا، ده احنا زدنا. انا بس استراحت عندكم الاستراحه دي كلها، انا مش انا جاي في السياره عمال اكتب والضلمه عينيا حمراء، قعدت هنا قعدت مثلا عمال اكتب، طلعت في مكان في الهواء عشان بس يكون في نت عمال اشتغل بنزل ارقام. في الفتره مثلا حوالي ربع ساعه نزلت زياده 13,000 حاله 759، ده في العالم كله. يعني معنى كده العالم كله كارثه كارثه. 220 دوله، مش عايز اسمع اي حد يقول احنا فاهمين، واحد بيقول البس الماسك يقول ما انا عارف. عارف ايه؟ ده 220 دوله بيانه في ولوله في العالم كله، في مشكله كبيره في العالم. فضل. اللي جاي بقى اللي جاي بقى اتفضل. امبارح بس في العالم كله اصيب كام؟ 703,594، رقم خطير جدا 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 في 24 ساعه. الوفيات زي ما حضرتك فضلت زادت شويه، بقت 1,607,590. 15 دوله في العالم دخلت حاجه حزام المليونيه، دخلوا لفوق المليون، منهم دولتين في اوروبا فرنسا وروسيا عدوا 2 مليون، فرنسا بقت 2.3 مليون وروسيا 2.6 مليون، ومنهم دوله زي امريكا الدوله العظمى اللي سقط النظام الصحي فيها امام هذا الفيروس الجديد، سجلت حتى هذه اللحظه 16 مليون
359904، ومحدش يقدر ينكر ومحدش يقدر يعرف الارقام. اثنين الهند ربنا معاهم 9.9، بريطانيا 1.8، ايطاليا 1.8، تركيا 1.8. تركيا جديده دخلت بسرعه في حزام اليونان وعماله تتصل، ما كانتش موجوده من حوالي 5 ايام، دخلت 1.8 مليون. اسبانيا 1.7، الارجنتين 1.5 مليون، كولومبيا 1.4، المانيا 1.3، المكسيك 1.2 مليون، بولندا 1.1، ايران 1.1، ربع على بعضها 19,631,244 حتى هذه اللحظة. واضح ان في مشكلة كبيرة في العالم، العالم كله يجب ان يستيقظ، ان يستيقظ. ولا حد بيغسل ايده، ولا حد يعرف ايه الكمامة، ولا حد يعرف احتواء، في مشكلة كبيرة قوي. كون ان بلد زي مصر يكون فيها كل مليون 67 حالة وفاة بس، ربنا يرحمهم، لكن نحمد ربنا. ليه؟ لان في امريكا كل مليون 915، 915 من كل مليون نسمة وفيات. امريكا كل مليون فيهم 49,334 حالة إصابة، مصر 1,169، العالم 9,219. فمعنى كده إن الحمد لله رب العالمين، وربنا يكمل للآخر، لأن لسه المعركة ما انتهتش، والمعركة ممكن تستمر سنتين على هذا المنوال. أمريكا برضو مبارح عملت مشكلة كبيرة جدا للأسف، ربنا معاهم. الدولة العظمى دي عاملة مبارح 246,761، وعاملين فوق 3,000 وفيات. وفيات أمريكا في الحرب العالمية الثانية كانت 291,557، أكبر رقم أمريكا خسرته. طب تعال بقى شوف الكورونا، أمريكا سجلت حتى هذه اللحظة 303,600. المشكلة الثانية برضو إن العالم 220 دولة الكورونا بتعبث فيهم عبث رهيب جدا، ومحدش واخد باله، وابتدت تطعيمات لما ظهرت البعض يحاربها، وملناش دعوه بقى الفيروس كان مخلق كان معرفش ايه، هم طلعوا التطعيم بسرعه، ملناش دعوه، ده كلام كبير قوي وكلام فوق الشعوب. خلينا في المشكله اللي احنا فيها، المشكله اللي احنا فيها دلوقتي عرفنا التطعيم، والتطعيم ممكن يكون له حل، والدوله المصريه لم تختر التطعيم الا بعد التاكد من المامونيه والسلامه والفعالية والجودة وطريقة الحفظ، لأن مش معقول أنا أجيب تطعيم وأحطه في ثلاجة ماينس 7 تحت الصفر هيفسد على طول. فالتطعيم اللي موجود دلوقتي والدولة جابته ده من 2 ل 8 درجة الحرارة العادية، وهيعطى مجانا لبعض الفئات ولن يعطى لبعض الفئات الأخرى. دكتور بعد إذن حضرتك، لقاح كورونا الصيني اللي وصل لمصر اسمه سينوفارما، اللقاح ده حضرتك اتجرب في الصين على 1,000,000 مواطن صيني، صحيح، والحمد لله ما كانش فيه يعني اثار جانبيه، تعتبر لا تذكر ابدا. في هذا اللقاح جرب اوريدي في مصر على 3,000 متطوع، من ضمنهم الدكتوره هاله زيد وزيره الصحه اوريدي اخذت هذا اللقاح، والحمد لله تقريبا في تصريحاتها ان هي يعني الاثار الجانبيه لا تذكر، يعني شويه حراره كانت طلعت خفيفه قوي، درجه حرارتها نص الواحد على مدى يومين لا تذكر، شيء عادي خالص اي حد فينا يجيله. الحاجه الثانيه كون السيده الوزيره بنفسها تتحدى الكورونا في عقر دارها، راحت في الصين عشان تثبت ان مصر دوله حضاريه، عظيم، وساعدت الصين، والكل كان بيتخلى، الكل تخلى عن الصين يوم ما الفيروس ظهر، كل العالم خاف من كلمة حد صيني، حتى الطلبة اللي في الصينيين بقى في أي مكان عندهم تفرقة عنصرية في أي دولة في العالم، ولكن الطيران وقف ومحدش له دعوة بيتكلم خلص مع الصين. مصر هي الدولة الوحيدة التي مدت يد العون، ومش بس كده، ومش بعتنا الطيارة لوحدها مرسال، راحت معاها أكبر ممثل عندنا في الصحة، الوزيرة نفسها راحت وتحدت الفيروس في عقر داري لإيصال الرسالة التي كلفها بها السيد الرئيس والشعب المصري كله. واحد. اثنين، نفس الشيء مصر عشان دولة حضارية، الدولة الحضارية دي مرة أخرى أرسلت نفس الوزيرة لإيطاليا لمد يد العون. ولو تيجي بعد كده نعمل تاريخ ومؤرخين ويقعدوا يشوفوا الخرائط والأرقام، في حاجات مش هتقال دلوقتي، الخرائط والأرقام قبل وبعد العون المصري للدول اللي كانت منكوبه بالكورونا. اعتقد ابسط حاجه هنقول احنا كنا وش خير. وش خير. راحت الزياره من هنا الارقام اتغيرت، راحت الزياره من هناك الارقام اتغيرت، حتى الدعم ممكن يكون الدعم ده كان نفسي، ممكن يكون الدعم المصري، ان الحضاره المصريه الحضاريين المصريين وقفوا مع الشعب الصيني وقت الازمه، فواضح صاحب الحضاره برضه
ايوه هم دوله حضاريه. فمعنى كده ان حتى الصين فرحت، اما فرحوا ابتدوا يردوا الجميل دلوقتي. احنا كنا من اوائل الدول اللي خدت التطعيم، مش بس كده كمان ده مصر هتبقى من المصدر الاول للتطعيم ده في عموم افريقيا كلها. السفير الصيني وصول اول شحنه، هنصنعه في مصر. وصول اول السفير الصيني وصول اول شحنه من لقاح فيروس كورونا الى مصر يعتبر خير دليل على التضامن والتكاتف بين البلدين والشعبين. طيب حضرتك وخلي بالك احنا عند منتصرين. تمام. لما تحب تجيب واحد خبير في الكورونا هات خبير من مصر وهات خبير من الصين، دي الدول التي قهرت، التي ادت الى تصليح المنحنى التي قبل كده عرضت على حضرتك. في حاجه اسمها الموجه الاولى. تمام. الموجه الاولى يعني حاجه عامله زي البرج. ايوه الموجه الاولى، بس معرفش حضرتك شرحتها لنا المره اللي فاتت اللي هي العاليه وال... الموجه الاولى برج. برج عالي. الموجه الثانيه ابعد بعد شويه الصراحه برج ثاني. الموجه الثالثه برج ثالث. ما حصلش عندنا الثانيه شويه دلوقتي في موجه ثانيه على استحياء. ولكن في اوروبا الموجه الثانيه عاصفه 54 دوله. الموجه الثالثه في امريكا. الموجه الثالثه في امريكا عاليه جدا وخطيره جدا وسريعه جدا. الموجه الثالثه للاسف في ايران وفي كوريا الجنوبيه. والموجه الثالثه بقى مع العام الجديد السنه 2021 حسب منظمه الصحه العالميه تهدد بقصف كل مدن اوروبا. ربنا يستر. ربنا يستر دكتور. طيب دكتور بعد اذن حضرتك، مصر وصل لها 50,000 جرعه لقاح، واحنا حضرتك 100 مليون. صحيح. ومفيش شركه في العالم تقدر تكفي يعني شعوب العالم المليارات. فمعناها ان احنا مصر هتبتدي تاخد مثلا لقاح اسمه سينوفارما اللي هي الصيني ده، واكيد هتستخدم او تستعين بلقاحات اخرى. هو شوف الدوله المصريه تكفلت بتوفير 20 مليون جرعه من لقاح لقاحات الكورونا. لقاحات الكورونا تقريبا هيبقى عندنا في مصر 3 لقاحات. واحد. الحاجه الثانيه ان مش كل الشعب مطالب ان هو ياخد التطعيم، ومحدش ولا نظام الصحه قال الناس كلها تاخد التطعيم. ليه؟ اصل الفيروس ده اصلا بيصيب، يعني هو دلوقتي احنا اتكلمنا في الاركام، احنا قلنا دلوقتي 71 مليون صح؟ لكن هو بيني وبينك لازم نعرف ان منظمه الصحه العالميه عارفه واحنا عارفين ان تقريبا هم 800 مليون 800 مش 71. ده الارقام اللي هي واصله، اللي وصلت للدول وزاره الصحه والمستشفيات، اللي هو ده ال 71 مليون. بس هم تقريبا 800 مليون اصيبوا فعلا بالكورونا، دول اللي هم بيقولوا احنا اصيبوا. ولكن الفيروس ده ليه حاجات غريبه جدا. اصل الفيروس ده عند الاصابه بيبقى 85% من الاعراض اللي الدكاتره هيعرفوها، الناس هتقولها بينها وبين بعضها بسيطه، مش هيروح مستشفى ولا هيروح ياخد ادويه. الحاجه الثانيه ان 40% على الاقل، وممكن توصل بعض الاماكن 80%، 40% ممكن تكون بلا اعراض. مخاطره هيتنقل في كل مكان، هيسلم على الناس، هينقل عدوى لالاف الناس، ومحدش جريان، وهو كمان هيخف وهيشفى تماما وبدون اي مساعده. الحاجه بقى الثانيه ان الفيروس ده كمان بيبقى تقريبا 15% هيحتاج يروح المستشفيات، 5% منهم بس هيدخلوا حالات خطره او شديده، تدخل عنايه مركزه ودب بعدها عليهم بالخطر، وبالتالي هتبقى العين كلها الانظار كلها على ال 5%، وبالتالي كثير ناس من الناس ما حدش جريان. بس الفئات دي مين؟ الفئات دي اللي هم المسنين، ذوي الامراض المزمنه من اي عمر، حتى الاطفال ذوي الامراض المزمنه، خاصه المسنين، واحده بقى اللي جايه كمان اللي جايه، والجيش الابيض اللي هم الناس اللي هم بيواجهوا هذه الفيروسات وبتتعدد، بيتعرض من ده وده وده وده، ففي الاخر يسقط الجيش الابيض للاسف شهيدا على هذا المعركة وللأسف. يعني الحاجة برضو مهمة ان الفيروس احنا بنتكلم عن المسنين. الجديد بقى في كاليفورنيا، امريكا فيها 3 ولايات دلوقتي فوق المليون. انا حللت حالات كاليفورنيا لقيت ان ابتدت العمر ينزل، بتاع الفئة العمرية اللي كانت بتيجي ما بقاش دلوقتي بيجي في الناس الكبار، ده بقى دلوقتي بيجي من الاربعينات والخمسينات، وابتدى يجي في كمان المراهقين، وابتدى ينزل العمر، وبقت الفئة الغالبة لا ده من 40 وانت نازل. فمعنى كده الفيروس في اوروبا وامريكا اصبح هبط بالعمر، الفئه العمريه المفضله له واحد. الحاجه الثانيه اصبح يصيب الاطفال، ولم تصبح اي فئه معصومه، حتى الرضع ممكن يجي لهم، بس لما يجي لهم تفرق معهم اثنين، هو عنده نقص مناعه ولا ما عندوش، عنده مرض مزمن، طفل للاسف عنده عيب في عيب خلقي في القلب ما تصلحش، وعنده مشكله في المناعه، عنده مشكله في اي فشل كلوي، هو ده اللي ممكن لو جاله
هيعصف به بنفس العصف اللي بيحصل مع كنا زمان نقول المسنين، ولذلك اصبح كل الناس معرضين. ولكن في الفتره دي كلها احنا هنديه قلنا للمسنين والاطقم الطبيه، الاطقم الطبيه، بس دلوقتي في مصر هيدوا اول حاجه الاورام والفشل الكلوي، وبعد كده الفئات كلها بقى اللي هم سبع الامراض المزمنه وكلهم هياخدوا. بس 20 مليون الاطقم الطبيه الاول طبعا في كل عشان احنا دول الذخيره، ده لو وقع انا هشتغل ازاي؟ بالظبط. مش قادر اعوض. وحضرتك بتقول لي كمان انه كبار السن، كبار السن طبعا والفشل الكلوي ودلوقتي هيبقى الاولويه والاورام. الحاجه برضو المهمه والامراض المزمنه ايه؟ الامراض المزمنه بقى ده القلب فين وارتفاع ضغط الدم والاوعيه الدمويه والسكر، دول كلهم بتوع الراب، كل دول هياخدوا، دول الاولويه. عشان كده الدوله المصريه قالت 20 مليون مشكوره وممنونين للدوله المصريه والاداره السياسيه في مصر، وكمان هيبقى مجانا. دي نقطة مهمة جدا، مجانا يعني بتوفر عليك كل حاجة، ومش أول مرة، لا ده خيرك سابق، أصل أنت مش ناسي. بس ال 20 مليون اللي حضرتك بتقولهم لي دول مش بس هيبقوا من سينوفارم. لا لا طبعا، لا هيبقى لقاحات أخرى. طيب سينوفارم اللي وصل يوم الخميس اللي فات ب 50,000 جرعة، دول حضرتك ثبتت فعاليته بنسبة 86% للوقاية من الفيروس و100% من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة. ممكن يفسر لنا الجزء ده؟ هو شوف حضرتك، هو بيشوفوا بيدوا الأمانة، الأمانة الأمانة العلمية، ال 50,000 دول، ال 50,000 دول هيكفوا 25,000 بس طبعا، يعني كل وقت هياخد جرعتين بالظبط. واحد الحاجة الثانية مدوا طب معلش أنا آسف، نزود المعلومة إنه هيبقى في جرعة الأولانية وبعديها بعد 21 يوم الجرعة الثانية، وبتتاخد في عضلة الكتف. وليه؟ ليه الجرعة الثانية؟ الجرعة الثانية بتزود الاستجابة المناعية، يبقى دي بتخلي مناعة تبقى أفضل. واحد الحاجة الثانية بقى إحكى ال 86 وال 100 والكلام ده. ال 86 دول اللي هو كل 100 واحد متطوع من ال 45,000 اللي خدوا التطعيم، 14% منهم اشتكوا من حاجات الأمانة كتبوها. ايه؟ عندي صداع، عندي مكان الإبرة بيوجعني شوية، بيوجعني مكان هنا، انا عايز اهرش شوية، انا ما اعرفش ايه، اكتب 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 اكتب. فكتبوا لو 14% مفيش مانع. يبقى خلينا نقول 86% في الاول مثلا، وخلينا نقول كمان ان دول مش بس كده، ال 86% كان كمان كانت رقم تاني برضو، 86% اللي هي اللي قدروا يعملوا استجابة مناعية في الجرعه الاولى. ودي واحد. الحاجه الثانيه الاستجابه المناعيه برضو دي كلها ممكن كانت مش هتمنع العدوى، ولكن هتقلل من الاعراض، هتقلل من الاعراض. ولكن على المرض بقى، المرض هتلاقي 100% تمنع المرض فعلا، مش هتلاقي بقى كوفيد بقى الشديد ولا كوفيد الخطر ولا كوفيد اللي محتاج مستشفى ولا حاجه. 86 من ال 100 فهيبقى عشان كده بقول 100، هي 99 وكسر، عشان كده بقول خليها 100. تمام. ولذلك الامانه نقول فعلا هو بيمنع وبلا اثار جانبيه تذكر وامين جدا وعملي. عملي كده، انت حط في 2 ل 8 درجه الحراره بتاعتك الثلاجه العاديه، هتتحمل اللي انت تحفظه عندها. طيب دكتور، انت يعني اكيد احنا فاهمين كلنا انه الفيروس ده بقى له سنه، وابتدى ظهور اللقاح نقول ايه اربع خمس اشهر، ابتدى يظهر بسرعه من اربع خمس اشهر. ايوه. واكيد اللي اتجرب عليهم هذا اللقاح مثلا بقى لهم شهرين ثلاثه. لا، في ناس شغاله من شهر 3 وشهر 5، يعني في شغالين الشغل التجارب، اصل في حاجه 270. انا عايز اوصل انه هذا اللقاح يا فندم اذا كان الصيني ولا الامريكاني ولا ما اتعمل كويس، مفيش خلاف ان هو اتعمل كويس ده عشان نلحق الناس اللي بتموت. هو احنا كان المفروض يقعد سنتين صراحه. طيب، ولكن بس خلينا يعني سؤالي ايه؟ سؤالي ان انا طيب، هو دلوقتي بقى لنا مثلا 3 4 اشهر اللي اخذ هذا اللقاح وبنراقبه، بنراقب الحاله عشان نشوف، هتراقبه كمان لمده سنه، وبنراقبه لمدة سنة. أوه. طب هل اللقاح ده حضرتك هيستمر مثلا لمدة سنة ما يجيليش كورونا، اللي هم الـ 86% دول؟ في الغالب ولا هو في الغالب، في الغالب سيظل الفعالية لمدة سنة. حتى الآن الاحتياجات اللي عندنا ان هتظل الحماية لمدة سنة. احتمال بقى طول، احتمال اكتر، احتمال هيظهر، احتمال اقل، لانك انت حضرتك ما مرش لسه سنة على اللقاح. هيبان ممكن احتمال بعد كده هيقول لك لا ده احنا تجار على التنشيطية، عشان كده بقول لك المتابعه هنشوف الناس دي هيبان بعد كده، هل احنا هنحتاج جرعات تنشيطيه كل سنه؟ هل بعد كده الفيروس هيستحي على دمه وهيبقى بعد كده بسيط وما يجيلناش الا كل فين وفين زي الانفلونزا مثلا، هيجي كل موسم ولا كل سنه ولا هوا، هيبقى محتاجين بس على المواسم بتاعته؟ هل احنا محتاجين هيبقى جرعه كل سنه؟ هل احنا محتاجين ان احنا حتى اللي خد هياخد تاني وتالت ورابع كل موسم؟ مش عارفين
ولكن برضه وبرضه بدون قطع كلامك مش عارفين ان احنا مثلا ممكن ناخد الجرعه النهارده وبعد 21 يوم ناخد الجرعه الثانيه، ممكن ان احنا لمده قد ايه احنا عندنا يعني بعد وقايه؟ ما انا بعد انا ما اعرفش بعد قد ممكن ايه. عندك تقريبا هيبقى سنه بس. احنا بنقول احنا برضو في حاجه برضو لازم ما ننساهاش، اتفضل. وخلينا نعترف احنا في معركه، طبعا وانا ما اعرفش، انا طبعا بحارب والعدو بتاعي ممكن كل شويه يعمل لي حاجه، يعني ما تمام. اعرفش، فممكن يخيب امالي. يمكن العدو ده حتى الان طفرات الفيروس اللي هم 12,000 دول تحت السيطره وما عملوش حاجه، اللي هو بس بقى اصبح سريع الانتشار. لكن مين يعرف ان لو حصلت طفره شديده في يوم من الايام بعد سنه سنتين ثلاثه اربعه هيبقى الكورونا هيحصل ايه؟ الله اعلم، اذا ما ظهرش فيروس جديد. فالخلاصه ان انا بقولها ما تعتمدش قوي على التطعيم. خلي التطعيم ده اللي هم الناس المسنين والمرضى اللي عندهم ومش قادر يتحرك والقاعد وهكذا، ولكن انت بقى الناس العاديه شدوا حيلكم واعملوا التطعيم الثقافي اللي احنا قلنا عليه قبل كده، التطعيم الثقافي العالم كله ما يقدرش ينكره، واللي بدأ بيه السيد الرئيس قال لك كلمه وعي، والوعي ده بيخليك تعمل ايه بقى؟ تعمل تبقى عارف ثلاث حاجات بس. ثلاث حاجات اللي هو اول حاجه اسمها كمامه، تباعد جسدي، غسل الايدي. الثلاثه دول لو عملتهم رائعين جدا، بس برضو مش هننسى الرابعه اللي هو المناعه. حاجات بسيطه جدا، ان انت لازم يبقى المسافه دي، يبقى كل حلقات تلفزيونيه من هنا ورايح، كل اجتماعات في المؤسسات زي ما شوف اي اجتماع لازم يبقى كده، ابعد من كده. حاجه ثانيه لازم الكمامه، اشوفك في اي مكان الكمامه، بنحيي بعض بالكمامه، مفيش سلامات، مفيش عنق، مفيش مش عارف ايه، مفيش افراح، ما تعمليش فرح وتجيب الناس ترقص وتقعدوا تقربوا من بعض وتقولوا الناس جالهم كورونا، ايه اللي بتعملوه ده؟ يبقى ولا فرح ولا جنازه ولا اي حاجه. انا رحت جنازات من بعيد من بعيد من بعيد، ولا هسلم كده كمان من بعيد، رحت فرح اوكي ربنا يساعدك خلاص، ما تقعدوش كتير، هي ساعه بالكتير 50 دقيقه و10 من 20 نفر كفايه. حتى يا دكتور بعد في ظهور اللقاح برضه هنعيش كده؟ طب انت ما احنا قلنا الفيروس اصلا غدار وليس له امان، انا عارف هيحصل ايه. انت يعني ده حتى حرام عشان الناس اللي ماتت البليون و6.6 من عشرة دول، ما نعرفش هيحصل ايه تاني، والفيروس شد حلو تاني. طيب واذا طلع فيروس جديد بنفس الطريقه، هيطلع واحد جديد ملوش كورونا، هيطلع مارينا، فيروس جديد اسمه مارينا هيطلع لنا من اي حته في العالم، من بيقول لك بعد كده فيروس هيجي من افريقيا، هيطلع بعد كده جنوب الصحراء هيطلع فيروس جديد وهينتشر في العالم كله والطيارات هتنقله. مين بيقول الكلام ده حضرتك؟ ده في مرشح كده، في فيروسات كتيره جايه في فيروسات دلوقتي، انت عارف القوارض دي، القوارض اللي هي زي الفيران والجرذان والكلام ده والخفافيش والكلام ده، ده فيها الاف الفيروسات المرشحه للدخول للمجتمع البشري. مش هنقعد كده، احنا كل شويه فاكر السارس لما جه وقلنا لا السارس والميرز، كل شويه هتجي لك فيروسات جديده. يبقى لازم الانسان يتعلم، طالما انت عايش في كوكب يئن من هذه المشاكل، تغير المناخ والتلوث والانماط الحياتيه الخاطئه وكل حاجه، والناس بتسهر والناس بتولع النور بالليل وبيسهروا طول النهار وطول الليل عفوا، والمخدرات وكل العالم والشيشه والسجاير، في حاجات كثيره غلط في العالم، ما بياكلوش كويس وهكذا، واكلهم كله مجمد، فهتجي لنا امراض ثانيه جايه. يبقى انت لازم تتعلم تعمل ايه طالما انت عايش في كوكب ملوث بهذا الشكل، ان انت تعرف تغسل ايدك كويس قوي ومعاك الكحول وضوافرك وسياره، ومفيش خواتم بقى ومفيش ساعات ومفيش غوايش، بطلوا الحاجات دي كلها، بتجيب ميكروبات، ابعد 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 وخلاص، ومحدش يقابلني يبوسني ولا تسلم عليا وما تزعلش مني، مش هركب معاك الاسانسير، هركب لوحدي، هنزل على هطلع على السلم، هطلع على رجلي وهكذا. ابعد عن اي حاجه فيها مش تباعد اجتماعي، هو تباعد جسدي، ابعد عني، انا مش عارف الفيروس اللي عندك ايه، انا كبير في العمر هتموتني ليه وهكذا. وبعد كده كمان بعد الحاجات دي كلها، ان احنا الانماط الحياتيه الصحيحه اللي احنا خربناها، انت بتفطر في البيت، انت بتفطر الصبح، انت بتلعب رياضه، انت بتنام بالليل، انت بتنام في الضلمه، انت ما بتصحى الصبح بتعمل ايه، اما بتحب تاكل بتاكل ايه، الاكل بتاعك وريني بتاكل ايه، ايه فين الحاجات الخضراء اللي قدامك، فين الورق الاخضر، فين الالوان. انا بحاسب الناس كده، يعني بحاسب انا اولادي او احاسب اي حد هيعزمني، انتوا عازميني على ايه، ايه اللي انتوا جايبينه الديك الروم ده، فين الاخضر، فين الجرجير، فين الفجل، فين القوطه، فين الجزر، الله فين البنجر، فين دي عزومه، انتوا فاكرين يضحكوا عليا، لا 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 انا عايز الحاجات دي. هتقول لي بقى فين التوم، هشر لك توم، خلاص ما تعزمونيش، انا عندي في بيتي بيعزموني على التوم كويس قوي. يبقى خلي بالك، يبقى دي حصص، احنا عارف التوم، بنسمي التوم عندنا اللوز، فين اللوز،
انا بسميه التوم في بسميه اللوز. فالعيال عندي في البيت يقول لك هتحس اللوز، خد اللوز بتاعك اهو، اللوز بتاعك اهو، اللوز بتاعك. يبقى اللوز بتاعنا التوم، التوم ده التوم والبصل لازم يبقى في كل مائده مصريه، مائده فرعونيه مصريه، حاجه مكتوبه في القران، فوميها وبصلها. اوعى تنسوا الحاجات دي كلها، ما تقوليش بطل الفاست فود، كفايه. الله يخليك، كفايه اللي حصل. كل البلاد والعواصم التي كانت تدمن الفاست فود، شوف ارقامها دلوقتي في الكورونا ايه، اصاباتها وفياتها. يبقى ارجعوا تاني للمائده العربيه او المائده المصريه والاكل بتاعنا الشعبي البسيط اللي هو بيبقى طازه، وفي حاجات كتيره جدا وطبيعيه وفيها الوان كتيره طبيعيه، لان هو ده اللي بيرفع المناعه، والمناعه هي الحائط والدرع الذي سوف اعتمد عليه مع اي فيروس قادم قبل التطعيم. دكتور مجدي، يعني لو عايزين نقول احنا دلوقتي، يعني في ناس تقول لك لا انا مش هاخد التطعيم، لا انا مش هاخد اللقاح. عمرك كام؟ لا انا مش عايز ابقى اخد اللقاح. عمره كام؟ لا انا هاخد اللقاح ده وما اخدش اللقاح ده. طيب الجدل ده اللي بيحصل واوريدي حصل، يعني خلي عندك ثقه في الدوله المصريه التي منعت دخول الكورونا على بيوتنا. الدوله المصريه بفضل الله عملت حاجه اسمها 100 مليون صحه. 100 مليون صحه دي ما اتعملتش في اي حته في العالم. مسح طبي على 60 مليون، منع الامراض المزمنه قبل ما يظهر اي حاجه، ظهر الفيروس جه مش عارف يلعب، ما فيش ساحه، قطع الطريق امامه. يبقى اعتقد دي هتخليك تثق في اي قرار يصدر من هذه الدوله مره ثانيه. واحد. اثنين، ان انت كنا هتدخل بقى في التطعيم ده والتطعيم ده والتطعيم ده، كلهم تقريبا هيبقوا زي بعض. يعني تقريبا هيبقى النتيجه قريبه من بعضها، قريبه من بعضها. مش هندخل في السياسات، مش هيدخل بقى. ولكن انت عمرك كام؟ عندك ايه؟ لا هتطعم. انت هتسال بقى الطبيب اللي هو بدايه من سن كان المفروض. خلينا بقى نقول المسنين، هنقول الستين وبعد كده الخمسينات وبعد كده، مش هنطعم 20 30 دلوقتي. يعني 60 و70 و80 دول الاولويه. دول طبعا لازم ياخدوا. وبعدين كمان عنده مرض، بص، في حاجه في مصر اسمها دلوقتي ظاهره الامراض المزمنه المتعدده. للاسف. الو، عندك كم سنة؟ عندي 60 سنة. أهلا وسهلا. عندك ضغط؟ أيوة. عندك سكر؟ أيوة. وزنك زايد؟ أيوة. وعندك إيه تاني؟ ده أنا عامل دعامة وقصرة، قلبي وجعني. هو أنت لازم عشان أنت يبقى عندك 60 سنة يبقى عندك كل الأمراض؟ ليه؟ في ناس كتيرة قوي 60 و70 و80 ما عندهمش أمراض. يبقى ليه؟ ليه؟ ليه يبقى عندك الأمراض؟ يبقى أنت، وبعدين خلي بالك الأمراض تبدأ من الطفولة. ابنك اللي انت سايبه دلوقتي بياكل الترش والمخلل والفاست فود والحاجات اللي بيحطها كل يوم دي، ومشطه والحاجات دي اللي في على السوبر ماركت، وده هو ده اللي بيبني الدهون فيه، هتدخله بعد كده في مشاكل. السن اللي بيسيبها هتدخلها في 25 مره. يبقى ما يصحش ابدا. يبقى احنا ماشيين بالامراض. انت بتنزل الصبح تبص على شكلك في المرايه، عايز يبقى شعرك شكله كذا ونظيف والكلام ده، خليك من جوه برضه ما عندكش امراض، انت اللي بتجيبها لنفسك. يعني انت بفلوسي اروح اشتري الامراض بفلوسي؟ ليه انا اشتري الوجبه اللي كلها دهون عشان دخلني في مشاكل كده؟ ليه انا اشتري الوجبه اللي كلها سكر؟ انت عارف ان السكر 80 ضرر؟ السكر الابيض، مش السكر المرض، لا ده السكر الابيض. السكر الابيض ده 80 ضرر للمناعه، يبقى هيقلل مناعتي، واو واو واو. يبقى خلينا نعيش صح، نعيش صح في الاكل وفي الحركه، ويا ريت ان احنا كل يوم نص ساعه نلعب رياضه. مش عايز تلعب رياضه قاعد في البيت عامل عزل، اتحرك في بيتك حتى لو انت بعد الشهر متجبس، يقول لك حرك رجلك وانت في الجبس. نعم. شوف بقى ده، حتى لو قاعد، يعني في ناس يقول لك ده عنده شلل رباعي مشلول، عارف بيعملوا له ايه؟ بيجيبوا له افلام حركه يخليه يعيش ويشوف الحركه وهو نايم، بس بيحرك بعينه. يبقى كلنا هنمارس الحركه، هنمارس الحركه، لان الحركه صحه وبركه ومناعه. طب دكتور حضرتك ممكن بعد اذنك تشرح للساده المشاهدين ببساطه شديده جدا، بعد ما حضرتك ايا كان مسمى الخاص باللقاح، صيني، امريكاني، الماني، انجليزي، روسي، ايا كان، خلاص انا حطيت الابره هي على كتفي، العضله ده خلاص اخذت اللقاح، تمام؟ ايه اللي بيحصل جوه الانسان؟ اللقاح بس فريته ايه؟ فيروس، هم اغلب اللقاحات دلوقتي الموجوده بتعمل على ايه؟ فيروس الكورونا بيسموه تاج، كورونا باللاتيني يعني تاج، هو اسمه فيروس تاج باللغه العربيه الفصحى، الفيروس التاجي. ودي مجموعه كبيره قوي فيها حوالي 7 فيروسات دلوقتي احنا عارفينها، وفي حاجات تانية بتيجي في الحيوانات وغيره وغيره. 4 بيعملوا نزلات البرد، واحد اسمه سارس كان بيقتل 10% من المصابين، وواحد اسمه الميرز او متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه بيقتل حوالي 34، والكورونا الجديد ده الاخر اللي بيقتل في بعض المناطق من 4 ل 5 وهكذا وهكذا. ده بيتميزوا زون كورونا ليه؟ تحت الميكروسكوب الالكتروني بيبقى
يحاط بكورونا، يحاط بهاله، والهاله اللي هي طوق، طوق في طوق عليه، الطوق ده في عليه بروزات، من ضمن البروزات دي في حاجه اسمها الشوكه، الشوكه دي اللي اسمها الاس، البروتين الاس او بروتين الشوكه، هي دي اللي بتخلي الفيروس ده يمسك في مستقبل اخر في الخلايا بتاعتنا اللي موجوده في الجهاز التنفسي او في الفم، عشان كده ممكن يجي عن طريق الفم او في العين، يدخل عن طريق في العين ويواجده، حتى الخلايا دي موجوده في اغلب حتى في الكلى وفي اشياء كتيره جدا تمام. وفي الجلد، وبالتالي يبقى الخلاصه ايه؟ أيوة. ان الشوكه الاس بروتين دي هتمسك في المستقبل بتاع الانسان البشري ده تمام. لو ما فيش الالتقاء ده والالتحام ده مش هتدخل. حلو، يبقى الحل ان احنا نمنع الالتصاق ده، الاف نجيب قفل ضده نقفله هو ده بقى اللي انت عايزينه، اقول لك مضاد الاجسام. فابتدوا يجيبوا الشوكه دي، جابوا الشوكه دي بتاعت الايه؟ الكورونا، وابتدوا ده البروتين ده مش هيعمل لك حاجه، وجابوا فيروس اسمه ادينو فيروس، ده بيعمل البرد عند الحيوانات التجارب عادي تمام، ادينو برد يعني عندنا برضو برد كويس، وخلوه خامل ما يعملش اي حاجه، وراحوا مركبينه عليه مركبينه عليه، فبالتالي اللي هياخد العدوى، اللي هياخد العدوى الصناعيه دي كلها هياخد عدوى كده وكده بس، في حقيقه ايه؟ الجهاز المناعي بتاعي هيتنبه ان هو يطلع مضاد اجسام، والخلايا التي، خلايا التي المناعيه هتتنبه انها تحارب وتمنع ان الفيروس ده يعمل له مشاكل او يتكاثر داخل الخليه دي، وده اللي بيسموه اجسام مضاده، اجسام مضاده، عامل الجسم نفسه بيشيل. يبقى انا بقى عندي دلوقتي عندي اجسام مضاده ضد الشوكه أيوة. بتاعه الكورونا الحقيقيه في المستقبل بعد اسبوعين بس، بعد اسبوعين 20 يوم اصبح وبالتالي انا اي حد هيبقى عدوى هتيجي العدوى هتحصل فيا، بس انا هكبح جماحها، هقدر اتغلب عليها، بدل ما انا تستعبد الخليه، يعني ايه؟ الفيروس ده الكورونا بيدخل جوه الخليه كويس، ويتسلل الى النواه ويقعد جوه النواه ويستغلها، يستعبدها، يخليها تشتغل 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 عشان طلع بروتيناته هو، بعد شويه الخليه دي كلها طلع ملايين من فيروسات الكورونا الجديده اللي احنا دي خليه اخرى وهي تموت، وبالتالي دي مذبحه، ده استعباد، الخليه فاكره بتشتغل عشان مصلحتها او عشان مصلحتي انا، لا ده بتدمر الدنيا طيب. وبالتالي احنا هيبقى ايه؟ هيحصل اجهاض، هتحصل عدوى في الخليه دي، هتقف العدوى في الخليه دي ومش هتعدي خليه اخرى. طيب دكتور اخر سؤال، لان خلاص تقريبا اقل من دقيقه على فقرتنا، واليوم بتاع صفحه جديده النهارده في البرنامج. حضرتك وزاره الصحه ان شاء الله هتطلع سايت او موقع على الانترنت بحيث ان المواطن المصري اللي محتاج هذا اللقاح ان شاء الله وبينطبق عليه الشروط الخاصه زي ما حضرتك بتقول، اللي هو كبار السن والامراض المزمنه و فحضرتك بيسجلوا اساميهم عشان يتواصلوا معاهم عشان يبتدي يوزع اللقاح تمام؟ صح. نصيحة أخيرة للمواطن المصري اللي إن شاء الله هياخد هذا اللقاح، إن هو طبعا لازم تروح تسجل اسمك بسرعة على طول، وإن شاء الله التطعيم جاي لك، بس أنت على الفترة لحد ما التطعيم يجي لك أنت عندك مرض مزمن صلحه بسرعة. أي مريض مزمن يصلح الدواء بتاعك، فين الضغط، فين السكر، فين الربو، فين الحساسية، أي مرض مزمن لو صلحته بتساعدنا ان انت بتقطع طريق امام الكورونا. اهملته لا، انت بتخلي الكورونا تعصف بك. واحد اتنين، ان الشعب كله لازم كله نحافظ على بعض. 40% من العدوى بيتحركوا بدون اعراض، وبالتالي دول هيموتونا وهيموتوا اهاليهم، هيسلم على جدته، جدته قاعده في البيت ما خرجتش بقى لها 20 سنه، جالها كورونا وماتت، مين اللي جابها لها؟ حد من الاحفاد، حد من الابناء. يبقى انتم اللي بتروحوا على الناس دول وبتسلموا عليهم بسوم وتقربوا منهم بتجيبوا لهم الميكروب ومحدش دريان. ابعدوا حتى داخل البيوت، لان الموجه الثانيه العدوى فيها عائليه، يعني ايه؟ يعني بيجي الفاميلي كلها غير الاولانيه. الو، ده انا وماما واخواتي والعماره كلها، كل قرايبنا، احنا بيت واحد عيله، الخمس صور عندنا كورونا، ليه؟ غلطتكم. يبقى الفيروس المره الثانيه سريع الانتقال داخل الاماكن المغلقه والضيقه، يبقى هيجي في العيله كلها، هيجي في اصحابي. وتقريبا 90% في امريكا و 50% من العدوى دلوقتي بتيجي في ناس ما خرجتش من البيوت قاعده، يبقى خلي بالنا الناس دول. يبقى نعمل ايه بقى؟ اذا عايز تلبس كمامه وتريح على جدك، ايوه، هتروح والدتك البس كمامه، اوكي، عايز تبوس ايديها البس جوانتي وتبوس ايديها، ابعد عنها خلاص، مفيش داعي للحضن دلوقتي، لو لمست اي حاجه عقم. يبقى عملنا الحاجات دي كلها، تنفيذ التدابير الوقائيه داخل البيوت، يقول لك انا هلبس الكمامه بره مع الغريب، بس مع القريب لا، حتى مع القريب البس الكمامه. في بيوتنا احنا قاعدين، انا ما اعرفش ابني كان فين النهارده، ما اعرفش مراتي راحت السوق النهارده كانت في ايه، خلاص مش هنقعد مع بعض، ابعدوا، خلي الاكل وبعيد عن بعض، مش جابت لي الفيروس وهي ما عندهاش اعراض، بس ادوني انا وانا عيان هتعمل لي مشكله. يبقى نزود شويه في التباعد الاجتماعي الجسري داخل البيوت.
وكمان نغسل ايدينا كل شويه، ويبقى عندنا روتين احنا نطهر الاسطح ونتمم مناعتنا ونتفائل. جميل جدا، احنا وضعنا كويس في الكورونا، يا رب كلنا نتعاون مع بعض هنحافظ على المستوى المصري المتقدم والحضاري، وان شاء الله نكبح جناح هذا الفيروس ونقضي عليه، ومن اوائل الدول ان شاء الله اللي نعلن قضاء على الكورونا. من كلام حضرتك في الحلقه دي بتقول لي انه وجد اللقاح، اخذنا اللقاح مجانا ومجانا، في دول تانية هتبيعه. تمام تمام على عيني وراسي، ولكن برضه هنستمر في الاجراءات الاحترازيه، الكمامه وغسيل الايد والتباعد. حتى اللي هيطعم. ليه؟ اصل في حاجات تانية. تمام. في 200 فيروس تنفسي تانيين. طيب. احنا عارفينهم. طيب. خلينا نقف الى هذا الحد يا دكتور، ان احنا يعني ناخد اللقاح باذن الله تعالى، وبرضه لازم نحافظ على التباعد والكمامه وغسيل الايد. دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، نورتنا وشكرا لحضرتك يا فندم، وجينا تاني كده ويجي لنا بقى نبتدي نحتفل باول مليون لقاح يوصل مصر باذن الله تعالى بعد ما وصل يوم الخميس اللي فات 50,000 جرعه. شكرا لحضرتك جزيلا. ده كان يومنا النهارده في برنامج صفحه جديده، وبكره ان شاء الله مع زملائي نفتح صفحات جديده في تاريخ مصر، ونتكلم عن كل ما يتعلق بالشعب المصري ومصلحة الشعب المصري والدولة المصرية وما يحيط بالدولة المصرية من تحديات. تصبحوا على خير.